طيب، ما هو الموقف، موقف الأهلي من مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي وشادي حسين جناح ومهاجم أيضا سيراميكا كليوباترا، كلاهما يعني من اللاعبين المميزين الحقيقة، ظهروا بمستويات كويسة جدا جدا. الحقيقة إنه كان في مواقف متغيرة، يعني في فترة من الفترات كانوا على لائحة الاهتمامات بتاعت النادي الأهلي، كانوا على اهتمامات النادي الأهلي. مؤخرا لأ، هم مش في حسابات النادي الأهلي ومش موجودين في النادي الأهلي، ومفيش مفاوضات معاهم في الوقت الراهن، لا شادي حسين ولا مصطفى البدري. ليس تقليلا أبدا 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 من إمكانياتهم، وإنما لأنه الاحتياجات الراجل وفاها في لاعبين تانيين. الاحتياجات بتاعت بيتسو موسيماني جابها من لعيبة تانية، وبالتالي أصبح فكرة تواجد الاثنين أو أحدهما غير واردة.